فيتامين كي 2 المثير للجدل. هتلاقي اراء بتقول لك ده ضروري ومهم ولازم تاخده، واراء تانية بتقول لك لا 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 ده خطر جدا اوعى تاخده، ده بيسبب تخثر الدم وبيعمل جلطه. ناس هتقول لك خده بصيغه MK4، وناس تانية هتقول لك لا MK7، وحد تالت خالص بقى هيقول لك فيتامين كي 2 ده ايه ده، انا اول مره في حياتي اسمع عنه. فيتامين كي فعلا مش من الفيتامينات الشهيره واللي كل الناس تعرفها، هو مش في شهره مثلا فيتامين دي رغم اهميته الكبيره. النهارده هنتكلم شويه بقى عن فيتامين كي، هو ايه، بيعمل ايه، ايه فوائده، ايه الفرق بين الصيغ بتاعته، وازاي ممكن اكون فاكره ان انا باخد فيتامين كي وان انا كده في السليم، بس انا في الحقيقه باخد حاجه ملهاش اي قيمه، بدفع فيها فلوس، برمي فلوسي في الارض. هنقول كمان هو مهم جدا لمين، بيسبب الجلطات ولا بيمنعها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للحلقه، ولو انتوا اول مره تشوفوني سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الحلقات الجديده. وبسرعه يلا بينا نبتدي. فيتامين كي هو واحد من الفيتامينات المهمه جدا لجسم الانسان يا جماعه. هو صحيح مش مشهور قوي، وحتى لما احنا بنتكلم عن اهميته احيانا مش ناس كتير بتاخد الموضوع على محمل الجد، لانه ما بنسمعش عنه كتير، اسمه مش رنان في الودن كده ومش مألوف زي فيتامين دي مثلا، فمش بنبقى عارفين ان هو ضروري. علشان كده هنبدا الكلام بان احنا نقول هو بيعمل ايه بالظبط في الجسم ومهم لايه، وبعد كده ندخل في بقيه التفاصيل. اهميه فيتامين كي ان هو رقم واحد بيلعب دور كبير في عمليه استقلاب الكالسيوم وترسيبه في العظام والاسنان والحمايه من تكلس الشرايين. ايه ده ايه ده، من اولها كده لخبطه، ما فهمناش اي حاجه. هي بصراحه جمله معقده شويه، تعالوا نبسطها علشان نفهم. كلنا عارفين الكالسيوم طبعا، الكالسيوم هو معدن مهم جدا علشان صحه العظام والاسنان، بيحمينا من هشاشه العظام ومن تكسر وضعف الاسنان. معدن الكالسيوم ده قد ما هو مهم قوي، قد ما هو عامل كده زي صاحب الغشيم، لو ما كانش معاه حد يقومه ويظبطه ممكن يعمل لك مشاكل. ازاي؟ هو ما بيروحش يترسب في العظام زي ما احنا عايزين او بنكون فاكرين، لا هو بيدخل يقعد في الكلى يعمل حصوات، يروح على المفاصل يعمل الم والتهابات، او يروح على الشرايين يعمل حاجه اسمها تكلس الشرايين. يعني ايه؟ يعني بيخلي الشرايين تبقى متيبسه فيرفع ضغط الدم ويرفع خطر الاصابه بالجلطات. علشان كده انا حذرت ونبهت قبل كده في الحلقه دي ان احنا ممنوع ناخد الكالسيوم من المكملات الغذائيه. فيتامين كي 2 بقى هو المنظم بتاع الكالسيوم، هو اللي بيقوم ويظبط الكالسيوم، الصاحب الغشيم ده ياخده من ايده كده يقول له اقعد يا حبيبي هنا في العظام والاسنان، ما تروحش عند الشرايين، ما تروحش عند المفاصل ولا الكلى، ولا تقعد للست الغلبانه دي ورا ودنها تجيب لها دوخه وعدم اتزان. رقم 2 بيحمي من الاصابه بامراض القلب. رقم 3 بيحارب بعض انواع السرطانات زي سرطان الكبد مثلا. رقم 4 بيعدل جهاز المناعه وبيدعم صحه المفاصل. رقم 5 بيلعب دور في انتاج البروتينات المرتبطه بتخثر الدم وبيمنع احتماليه حدوث النزيف. وهنرجع للنقطه دي تاني علشان هي دي اللي عامله لخبطه كبيره، وبيسبب التجلط ولا لا. اتكلمكم دلوقتي واحده خبره مع الجلطات وباخد فيتامين كي 2 من سنين، وبكلمكم عن تجربه مش معلومات نظريه بس خليكم معايا للاخر. كده احنا عرفنا اهميه فيتامين كي، تعالوا بقى نتكلم شويه عن اشكاله وبنجيبه منين. فيتامين كي نوعين، K1 و K2. فيتامين K1 اللي هو اسمه فيلوكينون، ده بيكون موجود في المصادر النباتية الخضروات يعني، وده مش مفيد قوي وملوش تأثير على مستويات فيتامين كي في الدم. علشان كده دايما بنتكلم عن K2. فيتامين K2 اللي هو اسمه المينوكينون، هو ده بقى اللي مهم واللي احنا عايزينه، وده اللي بيجي من المصادر الحيوانية والأطعمة المخمرة الفرمنتد. يعني المفروض ان جسم الانسان بيكون عنده القدرة على تحويل فيتامين K1 لفيتامين K2، بس غالبية الناس للأسف عندهم مشكلة في عملية التحويل دي، جسمه هم ما بيقدرش يقوم بيها بكفاءه. علشان كده بيكون لازم ناخد الكي 2 مش فيتامين كي 1. مصادر فيتامين كي 2 من الاكل قليله، وكمياته في الاكل ما بتكونش كبيره، علشان كده اغلب الوقت بنحتاج ناخده من المكملات الغذائيه. هو بيكون في الاكل موجود في الكبده واللحوم الدهنيه، يعني لو اخدت مثلا حته لحمه حمراء من غير دهون مش هتاخد منها فيتامين كي 2. بيكون موجود كمان في الاكلات المخمره زي الساور كراوت مثلا اللي هو مخمر الملفوف، او الكرنب مش مخلل، علشان الناس بتخلط بين المخمرات والمخللات، هما حاجتين مختلفين. طيب مين اللي محتاج ياخد فيتامين كي 2 من المكملات الغذائيه، وايه هي افضل صيغه وافضل نوع من الكي 2، وايه هي الجرعات بتاعته؟ نقول الاول مين محتاجه، وبعد كده نتكلم عن الصيغ بتاعته وازاي نختار. مين محتاجه؟ رقم 1 اي حد كان او مازال بياخد الكالسيوم من المكملات الغذائيه. اولا يا جماعه لازم نوقف الكالسيوم من السبلمنتس. لو احنا عندنا هشاشه عظام بناخد فيتامين دي مش كالسيوم مع فيتامين كي 2. ليه؟ علشان الكالسيوم زي ما شرحنا بيترسب في الاماكن الغلط وبيسبب تكلس الشرايين وحصوات الكلى. فيتامين كي 2 بقى هياخد الترسبات دي كلها يوديها في مكانها الصح اللي هو العظام. رقم 2 اي حد بياخد فيتامين دي لازم ياخد معاه كي 2 مهما كانت الجرعه، لان فيتامين دي اصلا بيرفع قدره الجسم على امتصاص الكالسيوم من الاكل، بيضعفها. فلازم علشان الكالسيوم ده يترسب صح
ناخد الكيتو. رقم 3، السيدات بعد سن الـ40 وخاصة بعد فترة انقطاع الطمث. ليه؟ لان هما بيكونوا معرضين اكتر بكتير جدا لخطر هشاشة العظام. فيتامين كيتو معتمد اصلا في اليابان كدواء بيعالجوا بيه هشاشة العظام. رقم 4، اي حد بيعاني من اضطرابات مناعية خاصة لو بيعاني من اضطراب مناعي بيأثر على صحة المفاصل، وخاصة وبالتحديد التهاب المفاصل الروماتويد. ليه؟ لانه فيتامين كيتو بيمنع الكالسيوم من الترسب حوالين المفاصل فبيقلل الالام. ثانيا والاهم ان هو بيلعب دور في تعديل جهاز المناعة، ودي اكتر حاجة كل مرضى الاضطرابات المناعية لازم يركزوا عليها. بنتكلم كتير قوي عن الحاجات اللي بتلعب دور في تعديل جهاز المناعة، زي مثلا الصيام، زي الاوميجا 3، زي الكوليستروم، كمان فيتامين كيتو. رقم 5، الناس اللي بتعاني من ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع الدهون الثلاثية، كمان الناس اللي عندها تاريخ سابق مع الجلطات. تعالوا بقى نوقف هنا شوية ونركز مع بعض. ازاي الناس تاخد فيتامين كيتو وهم معرضين لخطر الاصابه بالجلطات؟ وهو فيتامين مهم لانتاج البروتينات المرتبطه بتخثر الدم. ده سؤال منطقي ومهم جدا، ركزوا معايا قوي بقى في الاجابه. اول نقطه، ان فيتامين كيتو بيساهم في انتاج البروتينات دي فعلا، ولكن لحد معين، لحد ما البروتينات دي تبقى في مستوياتها الطبيعيه، مش بيخليها تزيد لدرجه ان هي تسبب جلطه، ولكن بيخلي الجسم ينتجها للدرجه اللي تحميه من خطر الاصابه بالنزيف. بالظبط نفس الفكره في الاوميجا 3، هي مسيل دم طبيعي، لكن هل هي بتسيل الدم لدرجه ان هي تسبب نزيف؟ لا، هي بتسيل الدم للدرجه اللي تحمينا من الاصابه بالجلطات. بالظبط فيتامين كيتو نفس الفكره. تاني نقطه، فيتامين كيتو زي ما قلنا بيمنع تكلس الشرايين. تكلس الشرايين هو واحد من اهم الاسباب في الاصابه بامراض القلب وجلطات القلب والسكتات الدماغيه. ليه؟ لانه تكلس الشرايين بيخلي الشرايين يبقى فيها ستيفنس، بتبقى ضيقه وما عندهاش القدره على الانقباض والانبساط. اجسامنا طول الوقت بيحصل فيها جلطات، ولكن علشان الشرايين بتاعتنا مش ضيقه وعندها قدره على الانقباض والانبساط، الجلطات دي بتعدي منها وبتتفتت. لكن لما بيحصل تكلس للشرايين، قدره على الانقباض والانبساط دي بتقل والشرايين بتبقى ضيقه، فعشان كده بيرتفع خطر الجلطات. وده معناه ايه؟ ده معناه ان فيتامين كيتو بيلعب دور كبير في الحمايه من خطر الاصابه بالجلطات اللي بيتسبب فيها تكلس الشرايين. النقطه الثالثه، هنروح بعيد ليه؟ قدامكم اهو مثال حي، واحده عندها تاريخ سابق مع الجلطات، الحمد لله ناجيه من جلطه دماغيه، عندي استعداد جيني لتكوين الجلطات. يعني ايه؟ يعني جسمي عنده قابليه لتكوين الجلطات بنسبه 30% اكتر من الناس العاديه. ما باخدش اي ادويه سيوله، بعتمد على مسيلات الدم الطبيعيه زي الاوميجا 3 مثلا، زي فيتامين اي، باخد فيتامين دي 3 بجرعات على الاقل 10000 وحده دوليه يوميا، مع 100 ميكرو جرام يوميا على الاقل برضو من فيتامين K2، مش يومين ولا شهر، لا بقالي 3 سنين مثلا، ولا جات لي جلطه ولا تسمم فيتامين دي ولا الكلام الفارغ اللي انتوا بتسمعوه ده. فمش اي حاجه فيها كلمه تخثر الدم على طول يبقى هيسبب جلطات، لا الكلام ده مش مظبوط. مش بس كده، الحاجات دي هي كمان اللي ساعدتني ان انا اتغلب على التهاب المفاصل الروماتويد. طيب قد ايه جرعه فيتامين K2؟ فيتامين كي 2 مرتبط قوي بفيتامين دي. كل الناس طبعا المفروض تاخد فيتامين دي. لو احنا بناخد 10000 وحده دوليه من فيتامين دي، يبقى لازم ناخد معاهم 100 ميكرو جرام من فيتامين كي 2. ولو انا مثلا باخد جرعه اكتر من كده من فيتامين دي، لازم ارفع معاها جرعه فيتامين كي 2. خلوا بالكم يا جماعه انه فيتامين كي 2 بيدوب في الدهون، وده معناه انه احنا لازم ناخده في وسط الوقت. طيب ازاي نختار فيتامين كي 2؟ في شركات كتير قوي، في اسماء كتير قوي، في صيغ كتير قوي، نختار ايه؟ اهم حاجه لازم نركز عليها هي الصيغ. في اشكال كتير جدا من فيتامين K2، الصيغ بتاعته بتبقى MK ورقم، يعني مثلا K2 as MK7 as MK4 as MK8 9، كل دي صيغ منه. بس سيبكم من ده كله، احنا عايزين نركز على اشهر نوعين اللي هو MK4 والMK7. ايه الفرق بينهم؟ فرق السماء والارض يا جماعه. مبدئيا انت لو بتدفع فلوس في MK4 انت بترمي فلوسك في الارض. ليه؟ اولا لانه MK4 ده هو الصيغه الصناعيه من الK2. دايما ابعدوا عن الصيغه الصناعيه من المكملات الغذائيه عامه، مش في ده بس. الMK7 هو الصيغه الطبيعيه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي الصيغه اللي الجسم بيقدر يمتصها ويستفيد منها اكتر، عكس الMK4 K2 as MK4 ده الجسم مش بيقدر يستفيد منه بشكل كبير لانه ده الصيغه الصناعيه. ثانيا الMK4 الجسم مش بيقدر يحتفظ بيه في الدم لمده طويله، عكس الMK7 ده بيقعد في الجسم لمده اطول بكتير. فاشتري ازاي الكيتو؟ اختار صيغه الMK7، دي اهم حاجه. تاني حاجه التركيزات، بختار التركيز على اساس احتياجي. هوريكم مثلا انا بستخدم ايه. انا بستخدم دول الاثنين، دول الاثنين از MK7، الاثنين انتاج نفس الشركه، شركه ناو فودز، بس التركيز هو اللي مختلف. ده مثلا 100 ميكرو جرام،
التركيز بتاعه 100 ميكرو جرام، ده التركيز بتاعه 300 ميكرو جرام. ليه الاثنين عندي؟ لان انا بستخدمه حسب استخدامي الفيتامين دي. محدش طبعا يشتري الاثنين، يعني اشتري احتياجك بس. هسيب لكم اللينكات بتاعه المنتجات في صندوق الوصف عشان لو حد عايز يشوف. انا لما باخد مثلا 10000 وحده دوليه من فيتامين دي بستخدم ال100 وباخد منه كبسوله واحده. طيب تعالوا نفترض دلوقتي مثلا انا محتاجه 50000 وحده، ده معناه ان انا هضطر اخد من ده 5 كبسولات، ده طبعا كتير جدا. فلا، انا باخد من ال300 من تركيز ال300 اللي هو ده كبسولتين علشان ابقى ظبطت الجرعه وظبطت النسبه. هي دي التركيزات المتاحه في السوق من MK7، مفيش اعلى من كده. يعني مثلا لو انا باخد 50000 فيتامين دي مفيش تركيز 500 ميكرو جرام من ده عشان اقدر اخد منه كبسوله واحده، اعلى حاجه 300. اشتري انتاج اي شركه، اي شركه تكون بتوفر رقابه طرف ثالث وتكون منتجاتها موثوقه. انا بوريكم اللي انا بستخدمه بقالي سنين ومرتاحه معاه جدا، بس انتوا تقدروا تستخدموا اي نوع تكون متوفره فيه المواصفات اللي احنا قلناها، مش لازم ده. يبقى كاتو بصيغه MK7، اختار التركيز المناسب مع تركيز فيتامين دي اللي انا باخده، اختار منتج انتاج شركه بتوفر رقابه معامل طرف ثالث. واتمنى انه حلقه النهارده تكون عجبتكم وتكون جاوبت على كل اسئلتكم فيما يخص فيتامين كيتو. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تشارك الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصله. لو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبه لي في الكومنتس. لو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.